ما هي أخفض منطقة على اليابسة؟ إنها منطقة البحر الميت التي تنخفض بحدود 400 مترا تحت سطح البحر. هذه المنطقة تعتبر أدنى منطقة على الأرض من خلال الخرائط التي نراها. سبحان الله، هذه المنطقة حددها لنا القرآن قبل 14 قرنا، في زمن لم يكن أحد على وجه الأرض يستطيع أن يعلم أو يتنبأ بهذه الحقيقة. دارت معركة هناك في أغوار البحر الميت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنبأ عنها القرآن بقول الله تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، أي في أخفض منطقة على وجه الأرض. ولا نملك أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله.